ما احنا موقفنا ردت فعل لامر حدث الاسبوع الماضي زين، وقلنا ان احنا واخواننا في السعوديه موقف واحد وطرف تفاوضي واحد، ما عند كل مسائل الحدود بيننا محسومه، اتفاق بيننا راح يكون من خلال شركه موحده بيننا وبينهم، ونحن طرف تفاوضي واحد. اخواننا الايرانيين الاتي: خلي ترسم الحدود ويفك الاشتباك هذا اللي ايش اسمه، احنا حاضرين، اللي له حق راح ياخذه وفقا للقواعد القانون الدولي والاعتبارات في هذا المجال.